متتبعي ومتتبعات قناة أجيال المستقبل التعليمية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غادي نحاول نقدم لكم واحد النموذج ديال الامتحان في مادة الرياضيات، وهو موجه أيضا لتلاميذ السنة الأولى إعدادي خيار دولي. ليكزيرسيس 1 كالكولي لي زيكسبرسيون سويفونت اون إكريفون لي زيتاب انترميديير. قلنا أ كتساوي 12.75 ناقص 85.85 زائد 2.7، يعني أن أ كتساوي 12.75 ناقص، غادي نجمعو 88.85 زائد 2.7، إذا غادي تكون كتساوي 12.75 ناقص 11.55، يعني أن أ كتساوي 1.20. قلنا ب تساوي 120 ناقص معقوفة 100 في 2 ناقص 2 عامل لي 450 مقسومة على 9 نسدو المعقوفة. إذا غادي نحسبو ما بين المعقوفتين، إذا بي كتساوي 120 ناقص 100 في 2 هي 200 ناقص 2 في 450 مقسومة على 9 هي كتساوي 50، يعني أنها بي كتساوي 120 ناقص 200 ناقص 100، يعني أن بي كتساوي 120 ناقص 100، يعني أن بي كتساوي 20. سؤال écrire sous forme d'une différence puis effectuer le calcul. غادي نكتبو على شكل فرق. عندنا سي كتساوي 120 في 0.1 ناقص 0.01 كتساوي 120 في 0.1 ناقص 120 في 0.01، إذا 120 في 0.1 كتساوي 12 وناقص 120 في 0.01 كتساوي 1.2، إذا 12 ناقص 1.2 كتساوي 10.8، إذا سي كتساوي 10.8. سؤال 3 écrire sous forme d'un produit. دابا غادي نكتبو على شكل جداء puis effectuer les calculs. قلنا دي كتساوي 129 في 6.109 زائد 129 في 3.891، إذا هنا غادي نعملو 129 وغادي نديرو 129 عامل لي 6.101 زائد 3.891، يعني أنها كتساوي 129 في 10 6.109 زائد 3.891 كتساوي 10، 129 في 10 كتساوي 1290. سؤال رقم 4 simplifier les expressions e tel que x et y désigne deux nombres décimaux. اذا غادي نحاولوا نبسطوا هذه الكتابه اللي هي على شكل e كتساوي 5x زائد 6y زائد ناقص x ناقص 4y. إذا غادي نجمعو لي زيكس بوحدهم ولي فيهم إيكغيك، الأعداد اللي فيهم إيكغيك بوحدهم، 5x ناقص إكس كتساوي 4x و 6x ناقص 4x كتساوي 2x، إذا أو كتساوي 4x زائد 2y. ليكزارسيس 2 إكخيغ سو فورم دون فراكسيون إيريدكتيبل لي نومبر سويفون، يعني غادي نكتبو على شكل عدد كسري مختزل. 140 مقسومة على 60 غادي نختزلو بعشرة كتساوي 14 على 6، ومن بعد غادي نختزلو 2 كتساوي 7 على 3. بالنسبة لبي كتساوي 0.125، شكون هي 0.125؟ هي 125 على 1000، 125 على 1000 كتساوي 25 نقسمو على 5 كتساوي 25 على 200، ومن بعد نعاود نقسم على 5 كتعطيني 5 على 40، عاود نقسم على 5 كتعطينا 1 على 8. اذا هذا هو الاختزال ديال العدد 0.125. سؤال 2 كومباري 3، يعني قارن 23 على 10 و 2018 على 219. غادي نديرو الفرق 23 على 10 ناقص 2018 على 219، غادي نلقاو واحد العدد اكبر من الصفر، اذا 23 على 10 أكبر من 2018 على 2019.
سؤال ثلاثة، كالكولي اي سامبليفي، احسب وبسط. عندنا 29 على 12 ناقص 7 على 4 زائد 1 على 3. اذا الاعداد اللي بين قوسين المقام الموحد هو 12. 7 في 3 تعطينا 21، و4 في 1 هي هذه، يعني ان سي كتساوي 29 على 12 ناقص 25 على 12 كتساوي 4 على 12 كتساوي 1 على 3. اذا عندنا الدي إذن عندنا دي كتساوي 9 على 5 في 25 على 81 زائد 28 على 27 في 3 على 7. غادي نحاول نكون الكتابات نكتبوهم على شكل جداء، يعني كتساوي 9 على 9 في 5 في 5، 9 في 5 في 5 على 5 في 9 في 9 زائد 4 في 7 على 9 في 3 في 3 على 7. إذا نختزل بتسعة ونختزل بخمسة كتبقى لنا، نعود نختزل بسبعة ونختزل بثلاثة كتبقى خمسة في أربعة، خمسة زائد أربعة، خمسة على تسعة زائد أربعة على تسعة كتساوي تسعة على تسعة كتساوي 1. الإكزرسيس نيميرو 4، بروبليم سامي في 3 بارتي دو بي au cours desquels ils perdent successivement le 1 sur 4, puis les 2 sur 5, puis le 1 sur 3 des billes qu'ils possédaient en entrant dans le jeu. Ils se retirent alors avec une seule bille. Combien avaient-ils de billes avant de jouer? ونعرفوا شحال العدد ديال البي اللي كان عنده قبل ما يلعب. يعني قالك بان دار 4 ديال العمليات، في الاول فقد الربع، ومن بعد فقد 2 على 5 خسر، ومن بعد خسر 1 على 3 من البي اللي كان عنده. بغينا نعرفوا كومبيان افيتيل دو بي افون دو جوي. اذا ليكون اكس هو عدد البي اللي كان عنده. إذن في البداية خسر إكس على 4 زائد 2 إكس على 5 زائد إكس على 3 زائد 1، يعني بقات له وحدة، بي وحدة كتساوي إكس اللي هو العدد اللي كان عنده قبل. إذن غادي نوحدو المقام، المقام الموحد غادي يكون هو 60، 15 إكس زائد 24 إكس زائد 20 إكس زائد 1 كتساوي إكس، يعني أن 59 إكس زائد 1 كتساوي إكس، يعني أن 60 إكس على 60 ناقص 59 على 60 إكس كتساوي 1، يعني أن إكس على 60 كتساوي 1، يعني أن إكس كتساوي 60. إذن لو نومبر دو بي أفون دو جوي إي 60.